اتكلم اقول ايه ولا ايه ولا ايه عن الخال فهمي عمر. اقول ان وانا صغير ما كانتش اي مباراه بتكتمل الا اذا سمعت التعليق عليها من الخال. اقول ان كنت بستنى الساعه 7:05 عشان اعيش مع احداث كل المباريات اللي تمت في اليوم ده. اقول وهو رئيس اذاعه وانا كنت بتعامل مع الاذاعه، كم الحنان والرقة والذوق اللي كان بيتعامل بيها سواء مع المرؤوسين او مع المتعاملين معاها. اقول انه ما كانش مجرد رجل اعلامي، ده كان اب للجميع. اقول انه هو ان انا ما شفتش مهنية اعلامية زي اللي شفتها على الاستاذ الكبير فهمي عمر. ايه الذوق ده وايه الاخلاق ده وايه التمكن ده وإيه رنة الصوت دي اللي تعودنا عليها كلنا. أقول إنه عمدة بجد لما تسمع حواديته وأخباره في البلد وإزاي كان بيحل المشاكل بمنتهى الحكمة. أقول إن كل رفقتي معاه أو صحبتي معاه أو في سفرياتي معاه كنت بقضي أجمل الأوقات وأنا قاعد مع كتلة من الثقافة والبساطة والتواضع وخفة الدم. أنا مهما اتكلمت عن الخال فهمي عمر مش هقدر أوفي حقه. رجل بمعنى الكلمة، أب بمعنى الكلمة، قيادة بمعنى الكلمة، مهنية إعلامية بمعنى الكلمة، اجتمع عليه جميع مشجعي كرة القدم، حتى هم متأكدين انه وعارفين انه زملكاوي من ساسه لراسه، الا ان كل مشجعي كل الاندية بيشجعوا فهمي عمر. يعني كانوا بالنسبة لهم فهمي عمر ده بيعبر عنهم هم وبمختلف انتماءاتهم. ربنا يديك الصحة وطولة العمر وما يرحم ما يحرمناش منك ابدا، وتفضل في وسطنا منورنا، نتعلم منك بالذهن الحاضر ده، بالمعلومات اللي كل مادة بناخد منها اكتر. انت بير لا ينضب، بنفضل نتعلم منك على طول. ربنا يحفظك في وسطنا يا استاذ فهمي، يا خال، يا اب، يا صديق، يا اخ كبير، يا كل المعاني الطيبة اللي في الحياة. شكرا يا سامي على كده، على كل الكلام اللي انت قلته حلو قوي، بس حكايه انك كنت بتسمعني وانت صغير، لا يا اخويا انت اكبر مني. يا سامح يا سامح، بقى الخال هو اللي بيقول مش انا. انت كبرتنا كده 50 سنه قدام.